إحدى خصال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والتي ملأت روحه هي محبته للسلم والأمن. فكان يستغل عادات وتقاليد قومه لبناء جسور التعارف والوئام والحد من العداوة والبغضاء ولو بالتفاوض والعقود، كزواجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان، والذي كان ألد أعداءه عندئذ، وصفية بنت حيي بن أخطب الذي حض قريشا وألب الأعراب لمحاربته في غزوة الأحزاب. وفي موسم العمرة لهذا العام استقبل صلوات الله عليه فرصة زيارة البيت الحرام، والتي هي من أعرق عادات العرب، والمسلمون ليسوا بعيدين عمن بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. كما يبدو في الظاهر أن حجته في ذلك أن للمسلمين الحق كما لغيرهم في أداء طقوسهم فيه. وهكذا دعا النبي المسلمين وغير المسلمين للانضمام إليه في رحلة سلمية لأداء العمرة، حتى وصل عدد الحجيج إلى 1400 حاج. وعندما علمت قريش بخطوة المسلمين أرسلت على عجل خالد بن الوليد مع 50 فارسا لصد المسلمين قبل أن يصلوا إلى حدود مكة، لأنه إن دخل المسلمون حدود مكة فلا تستطيع قريش رفضهم، إذ تكون بذلك قد خالفت عهودها في استقبال وخدمة الحجيج في مكة. بالطبع اختار الذي أرسل رحمة للعالمين عدم مواجهة 50 فارسة، على الرغم من كثرة عدد المسلمين وإمكانية تحقيق النصر بسهولة، فأخذوا طريقا آخر عبر الأخاديد غير المستخدمة الضيقة والصخرية للوصول إلى مكة. وهكذا تجنب المسلمون العنف والبغضاء. وعند وصول المسلمين إلى الحديبية بالقرب من مكة، وفي اللحظة التي نزل فيها رسول الله عن ناقته، بدا ما في صدره من حب للسلام والأمن والإنسانية، إذ قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم أرسل مبعوثا إلى قريش لإعلامهم عن نيته في أداء العمرة فقط، فرفضت قريش بشدة السماح للمسلمين بدخول مكة، وحاولت استفزاز المسلمين للقتال، لأن القتال ضمن حدود مكة يمنع المسلمين تلقائيا من دخول البيت الحرام. وقامت قريش أيضا بسجن مبعوث النبي عثمان بن عفان لاستفزاز المسلمين للانخراط في إراقة الدماء، كما أرسلوا 80 رجلا ليلا للإغارة على المسلمين، ومع ذلك أبى نبي السلام أي أعمال عنفية، بل أعاد 80 كأسرى حرب إلى قريش. ثم جرت محادثات بين المسلمين وقريش عبر عدد من السفراء، منهم عروة بن مسعود الثقفي، وهو زعيم بارز في قبيلة ثقيف في الطائف. وبعد ساعات من الحوار والمفاوضات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عاد عروة إلى قريش بهذه المقولة: أي قوم، والله لقد وفدت إلى الملوك، ووفدت إلى كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وكان أيضا من مبعوثي قريش الحليس بن علقمة الكناني، وكان زعيم الأحباش في مكة. وكانت قبائل الأحباش قد عاقدت قريش على حمايتها في مقابل خدمة الأحباش للحجيج، ولكن وفي طريقه إلى المسلمين لاحظ الحليس أن المسلمين يرتدون ملابس الحجاج البيضاء، وإلى جانبهم الأضاحي، فما كان منه إلا أن عاد إلى قريش قائلا: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له: مه، كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. بعد 5 أيام من المفاوضات الدبلوماسية المتعثرة
والفشل في تحفيز المسلمين على القتال وعواقب سياسة منع الناس من الحج وضغط المفاوضين المتزايد، وافقت قادة قريش على الدخول في هدنة مع المسلمين، وأرسلوا مفاوضهم سهيل بن عمرو، ولدى رؤية النبي صلوات الله عليه للمبعوث الجديد قال: لقد سهل لكم من أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. بعد ذلك تم إجراء تسوية غير مسبوقة ومصالحة مع قريش، والتي يظهر من خلالها بعد وعمق بصيرة النبي الكريم. من تلك البنود 10 سنين هدنة بين المسلمين وقريش، وأن ترفع قريش سيادتها عن القبائل، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، غير أن معظم من كان مع النبي هم من اعتادوا على الحروب والقتال ولم يعتادوا على المفاوضات والدبلوماسية، فقد استاءوا لكثير من البنود والغضب ملأ وجوههم. البنود التي أثارت استياءهم وتوترهم بكثرة هي ألا يعتمروا لعامهم الحالي، بل يعودون للعمرة في العام المقبل، وأن يرد المسلمون من أتى إليهم مسلما من قريش، وألا على قريش أن ترد المسلمين من أتاهم منهم. كان من أشد المسلمين استياء وحزنا عمر رضي الله عنه، فقد أتى النبي الكريم متسائلا وقال فيما قاله: ألست نبي الله حقا؟ فقال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فأجاب رسول الله صلوات الله عليه: بلى. قال عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فأجابه رسول الله ابن الخطاب: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. تقول الباحثة البريطانية كيران أرمسترونغ واصفة مشهد المسلمين المتوتر: أنه ما زاد الماء العكر عكرا أنه قبيل توقيع الصحيفة فوجئ الجميع بمطلع أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الجمع يطلب من النبي حمايته، وقصته أنه قد أسلم من قبل، لكن أبوه قيده بالسلاسل وحبسه في المنزل، والآن استطاع الهروب والالتحاق بالمسلمين. على الفور قبضه أبوه وخاطب محمد: إن قبلته فهذه الصحيفة لاغية ولا عهد بيننا، فهل يمكن للنبي أن يضيع مصير الجماعة وينقض عهده من أجل شخص واحد؟ لا، فقد قال لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. يقول الدكتور عدنان إبراهيم أن المعاهدات السياسية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول تفوق أي معيار آخر. يقول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ما عناه وأبداه النبي الكريم من حكمة في هذا التعاهد مع أعدائه هو شيء يدل على عظمته ورأفته، وما أبداه من الليونة والدبلوماسية وقبول شروط تبدو وكأنها مخزية ومهينة هو في الحقيقة فتح أكبر. فالله تعالى من فوق 7 سماوات أيد خطى نبيه في هذا التصالح منزلا سورة الفتح التي تقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا حقا ليس انتصارا في معركة، بل هو أكبر من ذلك، إنه بنص القرآن فتح مبين. فصلى الله عليك يا نور الهدى والبصيرة وعلى آلك وصحبك وسلم.